رح نبدأ الآن ببرج السرطان، كونه حاكمه اللي رح يحكم هذه السنة. هذه القراءة تلائم أكثر دقة اللي طالعه سرطان، واللي برجه الشمسي سرطان أيضا ممكن يستفيد من هذه القراءة، واللي قمره في السرطان كمان ممكن يستفيد من هذه القراءة. برجع بذكر مثل بقية الأبراج بضرورة سماع فيديو الأحداث الفلكية، لأنه مسجل فيها بالتاريخ تواريخ الخسوف والكسوف والتراجعات، وين راح تتراجع الكواكب، لأنه ضروري نعرف هذه التواريخ حتى نعرف وين الأماكن اللي ممكن ناخذ فيها حذر في المستقبل. طيب، رح أبدأ الشرح بناء على البيوت وليس بناء على الأحداث الفلكية. أول بيت، أول بيوت رح تنشط معي اللي هي البيوت المتعلقة بالخسوف والكسوف في خلال هذا العام. رح يحصل خسوف وكسوف في البيوت التالية: البيت الأول للسرطان يعني بيته الشخصي، والبيت الثاني اللي هو بيت مصادر الدخل الريسورسز القيمة الذاتية، كل ما له قيمة في حياتنا بيظهر في البيت الثاني. أيضا هو بيت مصدر الدخل اللي إحنا الدخل اللي إحنا ندخله من تعبنا في العمل، مش من الأموال اللي بتأتي عن طريق هدايا أو عن طريق مواريث أو قروض أو حتى بونص، ما بنشوفه في البيت الثاني، بنشوفه في بيت 8. إذن في عنا البيت الأول، البيت الثاني، وأيضا في عنا البيت السابع اللي هو بيت الشراكات، شراكات مادية، شراكات عاطفية، وأيضا اللي هو البيت اللي ممكن نوقع منه عقود. والبيت الثامن أيضا بيت مصدر دخل مثل البيت الثاني، لكن هذا مصدر دخل قادم عن طريق الآخرين. إذن حالة الخسوف والكسوف اللي حاصلة في هذه البيوت الأربعة تدل على حدوث بعض التغيرات المتعلقة بهذه الأمور. في التحذير اللي بحكيه دائما بالنسبة للخسوف والكسوف، إنه ما بينفع ناخذ قرارات مصيرية أو بدايات جديدة متعلقة في الأماكن اللي حصل فيها الخسوف والكسوف، يعني البيوت اللي حصل فيها الخسوف والكسوف ما بينفع ناخذ فيها قرارات مصيرية إلا إذا فرضت علينا من الواقع، هذا شيء مختلف، لكن ما بينفع ناخذ قرارات مصيرية في خلال فترة الخسوف والكسوف. يفضل تأجيلها بعد ما نطلع من هذه المرحلة، يعني لبعدها بيوم أو يومين. طاقة الخسوف والكسوف تشبه طاقة القمر أو ولادة القمر الجديد والقمر المكتمل، لكن الطاقة بتكون مركزة بشكل أكبر في حالة الخسوف والكسوف، فتحمل معنى نهاية وبداية جديدة. قد تكون يعني ليس بالضرورة أنها تكون هذه النهاية دراماتيكية مثل ما بيتوقع الناس، لكن ممكن أنها تكون أنه إحنا نتخلى عن شيء حتى نحصل عن شيء آخر جديد له قيمة أفضل في حسب المكان اللي حصل فيه الخسوف والكسوف. بالنسبة هذا لمواقع الخسوف والكسوف. بعد هيك رح نشوف حسب ترتيب البيوت، عنا كوكب الزهرة اللي رح يتواجد لمدة أطول في الميزان في خلال هذا العام بسبب حالة التراجع اللي رح يمر فيها. في الميزان يمثل بالنسبة للسرطان البيت الرابع. البيت الرابع اللي هو بيت العائلة، بيت الجذور فاونديشن، والأساس الحقيقي في حياتنا هو بيأتي من البيت الرابع. حالة تراجع، قبل ما نحكي عن حالة تراجع الزهرة رح نحكي عن وجود الزهرة في هذا المكان. لما بيتواجد الزهرة في بيته الطبيعي وفي بيت العائلة، فهو بيغني هذا البيت بطاقة إيجابية جميلة. هذه الطاقة ممكن يستفيد منها برج السرطان في إجراء بعض الإصلاحات المتعلقة بالأمور العائلية. ممكن تكون هذه الإصلاحات فيزيكال، كأنه مثلا إصلاح في المنزل أو شراء أثاث جديد، أو حتى إصلاحات مثلا معنوية اللي هي مرتبطة بإصلاح ما بين الأطراف اللي في داخل العائلة.
لكن في حالة التراجع، في حالة تراجع الزهرة هنا ممكن تحصل بعض التراجعات في هذه الأمور. أيضا بينصح الأشخاص هنا بما أنه بيتراجع في بيت العائلة، فينصح أنه ما نقدم على شراء شيء جديد مرتبط بهذا المكان، يعني ما نشتري فرنتشر، نشتري سيارة لأنه هذا البيت مرتبط بالسيارة. أيضا بيع عقار أو شراء عقار أثناء التراجع لا ينصح بذلك، الانتظار حتى مرور فترة التراجع بعد هيك ننطلق. يعني نعتبر فترة التراجع فرصة لتقييم الأمور أمامنا، في سواء كانت هذه الأمور أمور مادية أو أمور معنوية مرتبطة في الأشخاص اللي داخل العائلة. بالترتيب أيضا راح يكون متواجد عندنا خلال العام كوكب المشتري في العقرب الذي يمثل بالنسبة للسرطان البيت الخامس. البيت الخامس هو البيت اللي فيه كل شيء قريب من القلب، هو بيت الأطفال، يعني حتى بيت الإنجاب هو البيت الخامس، العلاقة بالأطفال أيضا، البيت المرتبط بالعلاقة العاطفية، بداية العلاقة العاطفية مش العلاقة اللي تتحول لارتباط طويل الأمد، بيت إطلاق المشاريع الجديدة، الكرياتيفيتي أيضا، الهوايات، المواهب، الحظوظ عموما تأتي من البيت الخامس. وجود المشتري في البيت الخامس رح يغني هذا البيت بالنسبة للسرطان، رح يشجعه على الانطلاق في هذه الأمور المتعلقة بالبيت الخامس، كأن يدخل في علاقة عاطفية تكون بالنسبة له العلاقة اللي كان يحلم فيها، لأن المشتري ما بيجيب الأشياء بكثرة فقط، إنما بيجيب الأشياء ذات النوعية العالية. أيضا فرصة جيدة للسرطان للي بيحبوا ينطلقوا في مشروع جديد، تعتبر فرصة ممتازة خلال وجود المشتري في البيت الخامس. الأشخاص اللي حابين يدخلوا في الإنجاب، وجود المشتري في البيت الخامس بيرفع حالة الخصوبة وبيحسن فرص حصول الحمل. الأشخاص اللي بحاجة لعلاج لموضوع الإنجاب أو الدخول في العمليات المتعلقة بالإنجاب، وجود المشتري في هذا المكان ترفع نسبة نجاح هذه الأمور بشكل كبير. طيب رح نيجي نشوف عنا البيت السابع في سنة 2018 اللي بيتواجد فيه منذ فترة طويلة كوكب بلوتو، وأيضا رح ينضم له خلال هذا العام، ورح يستمر في لسنتين ونص اللي جايين، اللي هو كوكب زحل الحاكم الطبيعي لبيت الشراكات بالنسبة لبرج السرطان. وجود زحل في هذا المكان، ما ننسى أنه كمان هذا المكان رح يحصل فيه أحد حالات الخسوف والكسوف. وجود زحل هنا في هذا المكان وكأنه بيعطي فرصة لبرج السرطان أنه يدخل في علاقة ارتباط طويل الأمد. هذا الارتباط قد يكون ارتباط مهني مثل توقيع عقد عمل، أو ارتباط شراكة مهنية مثل أنه يدخل في شراكة مادية مع أحد كمشروع بيزنس مثلا، أو حتى ارتباط زواج. وجود الزحل في خلال هذه الفترة، يعني على المدار السنتين ونص، راح يخلي سرطان يبذل مجهود في أنه يحقق ارتباط ناجح. زحل ما بيحب يقعد في المكان بدون ما يجري عليه شوية تعديلات ويرتبه، حتى يضمن انه هذا المكان صالح لانه يعيش على مدار 30 سنة القادمة في المستقبل، حتى يعني عودة زحل مرة اخرى للجدي بحاجة لكمان 29 سنة 29 ونص او 30، على العموم 30 سنة حتى يرجع مرة ثانية لهذا المكان. فبدو يضمن انه ترك خلفه بناء متين راح يكمل معاه خلال هذه السنوات، ويرجع يرفعه ويرجع مرة تانية يبني عليه ويأسس فيه اكثر واكثر. في المقابل في عنا احنا المريخ اللي راح يتواجد بفترة اطول في البيت الثاني. من ضمن تواجده في هذا البيت راح يمر المريخ في حالة تراجع، مثل ما حكيت بما أنه المريخ هو صاحب الاندفاع والتقدم والمبادرة
والشجاعة لا ينصح في فترة تراجع المريخ اتخاذ قرار مصيري أو الدخول في منافسات أو حتى الدخول في قرارات جديدة في خلال هذه الفترة. هذا البيت أيضا رح يتعرض لأحد حالات الخسوف والكسوف. رح يغني هذا البيت كونه بيتواجد المريخ في البيت الثامن اللي هو بيت اللي بدنا نحكي بيت السيكولوجي، بيت مصدر دخل قادم عن طريق الآخرين. بما أنه في عنا زحل في خلال هذه السنة في البيت السابع والمريخ رح يكون بيتواجد في البيت الثامن، فهذا بيعطي دلالة كبيرة بالنسبة لبرج السرطان أنه رح يشتغل بشكل جدي على موضوع الشراكة، سواء كانت شراكة مهنية أو شراكة عاطفية أو حتى تغيير في العمل، يعني كأنه يفتح مشروع خاص له. بالترتيب رح نمشي كمان في البيوت، رح نلاقي أنه أورانوس في فترة منتصف العام، منتصف عام 2018، رح ينتقل لبرج الثور الذي يمثل بالنسبة للسرطان البيت الحادي عشر، بيت الريكوجنيشن، بيت الأهداف، الطموحات، الأحلام، الأمنيات اللي إحنا بنحب نحققها، والبيت اللي ممكن الشخص يحصل منه، يعني الشخص لما بده يعرف حاله أنه عنده فرصة أنه يحصل على مركز ينعرف في بين الناس، ننظر للبيت الحادي عشر. فوجود أورانوس وارد جدا أنه يجيب بعض هذه الأمور ويحقق بعض طموحات وأهداف برج السرطان خلال هذا العام، بل حتى على مدار السبع سنوات القادمة إن شاء الله. هذا بالنسبة لسنة 2018. رح نيجي نشوف التغير اللي رح يصير في سنة 2019 بالذات مع كوكب المشتري اللي رح ينتقل من البيت الخامس ويدخل في البيت السادس. البيت السادس إلى جانب وجود زحل وبلوتو في البيت السابع رح يستمر وجودهم في 2019، هنا بيعطينا دلالة إنه أمور العمل تسير باتجاه التحسن في سنة 2019، لأنه البيت السادس هو بيت البيئة العملية، بيت الحياة الروتينية، البيت اللي بيمارس حياته الشخص بشكل يومي مثل المشاوير اللي متعود يروحها كل يوم، يروح على الدوام ويرجع بنفس الساعة مثلا، هاي تعتبر من الروتين اليومي. هو أيضا بيت الصحة وفرصة جيدة للسرطان أنه تتحسن صحته في العام اللي هو 2019، لكن عليه يحذر من زيادة الوزن، ممكن يجد في نفسه أنه إقبال على موضوع الحلويات في خلال هذه الفترة. رح نكمل في سنة 2020 بانتقال المشتري وانضمامه للمجموعة المتواجدة في الجدي اللي هو حالة الاقتران الكبير اللي رح تحصل، تعتبر حالة تاريخية حصول هذا الاقتران في هذا المكان. هنا بتعطي فرصة للسرطان انه يجد الشيء اللي كان يطمح له ويحققه بالنسبة للشراكة، سواء شراكة مهنية، شراكة عملية، شراكة زواج. فوجود المشتري في هذا المكان بيأكد أنه المجهود اللي بيبذله السرطان خلال فترة تواجد زحل اللي هم السنتين ونص راح يجد نتائج إيجابية في الفترة القادمة، ممكن يستفيد منها ويحصل له تغيير نوعي وتغيير إيجابي جدا مع كمية هذه الكواكب اللي راح تتواجد في خلال سنة 2020. يعني هذا التطور الحقيقي اللي ممكن يحصل مثلا مع برج السرطان مثله مثل بقية الأبراج، كل واحد حسب البيت اللي راح يصير فيه في سنة 2020. بتمنى للسرطان إن شاء الله عام 2018 يكون عام حافل بالتغيرات الإيجابية، وإن شاء الله أنه يستفيد من هذه